وصلنا لفقرة الأمومة. ما بدي أحب أنوه إنه هاي الفقرة بالتعاون مع موقع 360 Moms. بتلاقوا كل مواضيعنا اللي بنحكي فيها خلال هاي الفقرة موجودة عندهم على صفحتهم، وكمان مواضيع أخرى متعلقة بالأمومة على 360moms.net. جزانا اليوم الموضوع كتير مهم ونطلب منا إحنا بشكل شخصي أنا وأنتي ومن كتير أمهات إنه نحكي أكتر عن موضوع الرضاعة الطبيعية، مع إنه حكينا عنه بالموسم الأول إحنا أعطينا حلقة كاملة، بس قد ما بضل دائما على طول الناس بدها تعرف عن الموضوع أكتر، لازم نحكي مع أكتر من شخص دائما بشكل مستمر، ولا ودائما لازم نضلنا نذكر يعني حتى لو حكينا كتير عن الموضوع لازم نضلنا نذكر بأهمية الرضاعة الطبيعية، قديش هي مهمة للطفل ومهمة كمان بنفس الوقت للأم. فعشان هيك اليوم احنا اخترنا هذا الموضوع، بس بالبداية بدنا نطلع نشوف تجارب بعض الأمهات عن هذا الموضوع ونرجع لنكمل حديثنا. مرحبا، أنا اسمي رشا صليب، أنا أم لبنت عمرها 4 أشهر. بدي أحكي شوي عن خبرتي مع التونغ تاي اللي هو الربط للسان، اللسان المربوط أو الشفة المربوطة. هلا أول فترة الولادة بنتي كنت كتير مصرة على إنه أرضعها بطريقة طبيعية، وفكرت إنه طبيعي إنه الأم مثلاً ضلها صاحية ما تنام. كتير سمعت من صحباتي انسي موضوع النوم، ما رح تنامي، الرضاعة صعبة، أولها صعب بعدين بيصير أسهل. فأنا كنت عم بعاني مع بنتي من أعراض مختلفة، منها قلة النوم، بنتي تقعد 2-3 ساعات مرات ترضع مني وما تفضي الصدر تماماً، يعني ضل في حليب بعد ما تاكل. كان عندي ألم بالصدر أثناء الرضاعة وما بعد الرضاعة. ألاحظ أنه بنتي عندها غازات ومغص شديد، طلع طقطقة وهي بترضع مني، بحس شفتها ما كانت تتسكر على الصدر، فدائما يكون في هواء أو فراغ يدخل منه الهواء، وهذا كان مسؤول عن الانتفاخ والغازات. شفت أخصائية رضاعة، أعطيتها الأعراض اللي أنا عم بعاني منها، وأخذت يعني تاريخ طويل لخبرتي مع بنتي ولأنا حياتي معاها، وفحصت لي إياها وبين إنه عندها إشي اسمه posterior tongue tie اللي هو لسانها كان مربوط من وراء، وكان عندها برضو lip tie اللي هو إنه كمان شفتها كانت مربوطة. ففعلا سافرنا على دبي وعملنا لها البروسيجر أو العملية من خلال الراديو فريكونسي اللي هي مش من خلال السكينة، وبيكون دقيق أكتر عشان منطقة اللسان فيها كمان غدد لعابية كتير. وبعد العملية كان في الدكتور نصحنا نعمل ستريتشز ومساجز اللي هم عشان ما يصير في ري اتاتشمنت، ما يرجع يلحم بشكل غلط، عشان هاي المنطقة بتلحم بسرعة. فلمدة شهر ونص ضليتني أعمل لها أحرك لها المنطقة، أعملها مساجز، أحرك لها لسان بشكل معين عشان ما يرجع يلحم. وفعلا بعد ما عملت العملية لاحظت فرق يعني بين السماء والأرض، صارت ترضع، صارت تاكل. يعطيها العافية، يعني هاي الأم فرجتنا بتجربتها قديه مهم الرضاعة الطبيعية، وإن شاء الله الأمهات يعني يتعلموا ويستفيدوا من تجربتها. هلا خلينا نطلع نشوف مقابلة دينا عبد المجيد مؤسسة موقع 360 Moms مع الدكتورة فاتن تميم أخصائية الرضاعة الطبيعية، ونرجع نكمل. مرحبا دكتورة فاتن تميم، استشارية دولية في الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل، يسعدنا وجودك معنا. وأنا كمان أسعد بوجودكم. دكتورة فاتن، إحنا بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية حابين نلقي الضوء على حالة بتصيب الطفل وبتأثر على الرضاعة الطبيعية بشكل مباشر، اللي هي اللسان المربوط عند الطفل. نعم. ممكن تحكي لنا أكثر عن هاي الحالة؟ هلأ كل إنسان عنده زي غشاء بيكون بيوصل اللسان بالفك السفلي. هلا هذا الغشاء بيكون بالعاده فيه مرونه شوي وسهل على الانسان انه يحرك لسانه، بيعرف يحكي، بيقدر يعمل كل حركات. نعم. هلا اللي بصير بحالات اللسان المربوط انه هذا الغشاء بيكون اقصر احيانا وبيكون مشدود بحيث انه بيحدد حركه اللسان، فالطفل او الانسان ما بيقدر يحرك لسانه بحيث انه ما بيقدر ينطق جيدا او ما بيقدر يحرك لسانه سواء خلال الاكل او باي حركات ثانيه. فهذا بيأثر على كتير أشياء تانية. نعم طبعاً، أكيد بيأثر على الأكل أكتر إشي. بيأثر على الأكل. نعم. طب هلأ إيش تأثيره على الرضاعة الطبيعية مباشرة؟
هلا بالنسبه للاعراض اللي ببين انه الولد الطفل عنده لسان مربوط، نعم. ايش الاعراض؟ هلا في اهم شغلتين بارزات، واحده تتعلق بالام والثانيه تتعلق بالطفل. عند الطفل بيكون الطفل برضى على فترات طويله كثير ومش عم بشبع، او بضل طبعا هذا الحكي بترتب عليه بصير في قله في انتاج الحليب لانه ما في تفريغ مستمر للحليب، لانه ما بيقدر يحرك لسانه بحيث انه يسحب الحليب لحلقه، بيكون كتير أبطأ إنه يسحب الحليب. نعم، فبيكون البيبي عم يقضي ساعات طويلة مش عم بيحقق الهدف وما بتحسي ساتسفايد، وأحياناً بيكون وزنه عم بنزل أو بيضل ثابت لفترة منيحة، فهذا بدل إنه مش عم يحصل على كفايته من الحليب. هلا العرض الثاني اللي بتعلق بالأم، إنه الأم كل ما بترضع بتعاني من آلام كثيرة، فبيكون بالنسبة إلها تجربة. هذا مش شيء طبيعي. لا لا طبعاً الرضاعة طبيعي، الأصل إنه ما يكون فيها ولا أي آلام. مدام في ألم موجود معناته في إشي غلط عم بيصير. فعادة احنا بنفحص البيبي حتى نتأكد هل هو المشكلة بانه هو مش عم بمسك منيح، واذا مش عم بمسك منيح ايش اللي عم بيصير معه، فممكن انه الواحد يعرف السبب. طب واذا الام حست بهدول الاعراض لمين بتروح؟ بتروح يعني ايش المختص، مثلا اخصائي رضاعة طبيعية ولا يعني طبيب اطفال، لمين تروح مرات؟ عادة في اطباء اطفال بيقدروا لما بفحصوا يعني بيكونوا قادرين على تشخيص اللسان المربوط، بس صراحة الحدا المختص اللي هاي شغلته هو أخصائية الرضاعة الطبيعية، لأنها بتعرف بالضبط التكنيك اللي لازم تفحص فيه وبتعرف شو الإجراءات، لأنه مش كل حدا عنده لسان مربوط معناته رح يحتاج إجراء، فهي اللي بتقرر إنه هل هو بحاجة لإجراء أو لا، وبعدين بتحوله للشخص أو للطبيب المختص. فتروح لاستشاريين الرضاعة الطبيعية وبعدها للطبيب المختص. نعم بالضبط. طب وفي حال إنهم أثبتوا إنه في لسان مربوط كيف التدخل بيكون؟ لازم يكون جراحي؟ نعم. هلا حسب قد ايه هذا اللسان المربوط بياثر على الطفل وعلى الام. لمرات في اطفال عندهم لسان مربوط بيعمل بالضبط شويه ديسكومفورت عند الام، يعني ما بيكون في عندها اوجاع بس ما بتكون مرتاحه وهي بترضع، في نفس الوقت بتلاقي البيبي برضع ببلع وزنه بيزيد اموره منيحه مستقر، ففي هيك حالات عاده بنترك البيبي لحاله، هو مع الديفلوبمنت تبعه هو بيكبر المشكله تبلش تخف بالتدريج وبصير لسان في مرونه اكثر وبصير في حركه احسن. هلا لما بيكون الموضوع كتير مأثر على الأم إنه عاملها آلام كتير كبيرة، أو إنه البيبي مش عم بقدر يسحب الحليب وزنه مش عم بزيد منيح، فبصير لازم ينعمل إجراء جراحي. هلأ دكتورة يعني قبل ما نبدأ حتى حديثنا قعدنا نحكي أنا وياك شوي وحكيتي لي في أربع أنواع للسان المربوط. نعم. إذا بتقدر تحكي لنا إياهم عشان نفهم كمان إيش الجراحي وإيش ممكن الواحد يعمله بدون جراحي. نعم. هلا هن الاربع انواع، اول نوع فيهم اللي لما بيكون الغشاء واصل لطرف اللسان، اللي لما البيبي بيحرك اللسان او بنحاول نحرك له اياه بقسم اللسان من النص بصير مثل القلب. يعني بيكون واضح للعين. نعم بيكون واضح للعين بدون ما انت تفحصي، مجرد ما حرك لسانه بده يحاول يحركه بتشوف الغشاء كتير واضح وبشد كتير على اللسان. بهاي الحاله ضروري جدا ينعمل الاجراء الجراحي مشان تحرير اللسان. نعم. وعاده بصير تحرير يعني بوصلوا لحد المنطقه الرقيقه هاي الناعمه بقصوها، فبصير اسهل على الطفل يحرك لسانه. هلا في الدرجه الثانيه اللي بيكون نفس الغشاء بس مش واصل لطرف اللسان، بيكون راجع لورا شوي صغير يمكن 1 سنتي او يمكن اقل. بهاي الحاله برضه يعني اللي بنقيمه حسب ايش هذا الايفكت تبعه على الام، قد ايه بياثر عليها او قد ايه بياثر على البيبي، وبناء عليه بتم اتخاذ القرار انه هل لازم جراحه او لا. الدرجه الثالثه انه بيكون برضه راجع لورا اكثر، بس بيكون الغشاء مو غشاء رفيع، بيكون اتخن واعرض، وبكون عاده في اوعيه دمويه كثير، وبصير الاجراء الجراحي شوي اصعب، بس غالبا في هاي الحاله ما بياثر على الرضاعه وبتحسن، حتى لو في شويه ديسكومفورت عند الام عاده بتحسن باي تايم، وما بيأثر على النطق يكبر يعني عند الطفل. نعم. وما بيأثر على النطق عند الطفل. والدرجة الرابعة اللي بيكون راجع على الأخير ما بتشوفي بالعين المجرد، يعني بالفحص بتقدر تميزي إنه في الكونكشن هذا شوي قريب وشادد، فبيحدد حركة الإنسان تحديد إشي كتير بسيط وبالعادة ما بده ولا أي إجراء. والله فالواحد جد في أربع طرق يعني ممكن الواحد يبين فيهم هاي الحالة حسب المرحلة اللي هو فيها الطفل أو حسب الحالة اللي هو فيها بناء، وقديه الحالة اللي هو فيها قديه مأثرة على الرضاعة أو على الأم. فبيبين. نعم. وكمان هذا بيأثر على النطق دكتورة؟ هلا حسب نعم حكينا التايب 1 اللي هو الدرجة الأولى أكثر إشي أكيد 100%، لأنه أبدا ما بيقدر الطفل يحرك لسانه. يعني حالة قوية بتكون. نعم نعم. تايب 2 ممكن الطفل مثلا بمرحلة معينة بيكون يقرط بعض الأحرف ما بفضها بطريقة صحيحة، وممكن بس يكبر بعدين خلص يعني يتحسن النطق عنده، بس ما في ضمانات، عشان هيك حتى تايب 1 وتايب 2 يفضل إنه يصير في تحرير للسان أحسن.
طب ومن أي عمر ممكن واحد يبدأ؟ يعني إذا الواحد من أول أسبوع لاحظ إنه في لسان مربوط، نعم، بقدر يعمل لي العملية؟ نعم. هلأ بقدر. كل ما كان الطفل أصغر كل ما كان أحسن، لأنه عادة يعني إذا كان الطفل عمره شهر أو شهرين أو حتى نيوبورن مولود جديد، هلأ أي وقت اكتشفنا إنه في إشي بيأثر على الرضاعة على الأم أو على الطفل لازم نأخذ إجراء. هلأ كل ما كان أصغر مش محتاج لإجراء جراحي كبير، عادة بعد 3 أو 4 شهور بيكون لازم عملية جراحية وبنج عام. اما لما بيكون اقل من هيك ببنج موضعي وسهل جدا الطبيب يسيطر. مش ضروري تخدير كامل يعني؟ لا لما بيكون صغير، عشان هيك انا شخصيا بفضل في البدايات، لانه بيكون اسهل على الطبيب يتعامل مع الطفل، وبنج موضعي وبثواني بقص فما في خوف التاي. من اولها ما في، لا هو يعني بروسيجر كثير، الاجراء كثير بسيط وسهل ما بيخوف. فيعني متى ما اكتشف يفضل اتخاذ اجراء اذا كان لازم هذا الاجراء، لانه كمان بيسهل حتى عمليه الرضاعه الطبيعيه. ف نعم. على بكير بيصير يرضى على بكير احسن. نعم اكيد. طب في اي اثار جانبيه لهي العمليه ممكن الواحد يخاف منها؟ لا هو اثار جانبيه، اثار جانبيه او مضاعفات لا، بس احنا بنخاف مرات انه يصير يرجع اللسان. هلا مش احنا قصينا، مرات بنخاف يرجع يلزق مره ثانيه، يصير في التحام لانه هي منطقه مجروحه، فمرجع ممكن يرجع يسكر مره ثانيه. فعشان هيك بس مرات بنحكي للام اول شيء مجرد ما نعمل اجراء مباشره ترضع البيبي، وترضعه كثير بهاي المرحله، عشان يضل كل ما رضع اكثر كل ما حرك لسانه اكثر، وممكن هي تدخل اصبعها بتمه وتخليه مص الاصبع حتى في فترات الراحه، مشان يضل اللسان يتحرك كل الوقت، فيساعد على التئام الجرح بدون ما يرجع يلتئم. بدون ما يرجع يلتئم. نعم. هاي معلومه كثير مهمه. نعم. انه الواحد مش ما بتخيل انه ممكن يرجع يلتئم بعد ما يموت جراحيا. عشان هيك ضروري تكون الام فاهمه كل هاي التفاصيل. طب بحال الام مثلا قررت لا انا ما بدي، انا خايفه على ابني ما بدي اعمل له هاي العمليه وضله مرسال مربوط، شو ممكن يصير؟ هلا افرضي في ناس كان عندهم لسان مربوط وما اثر في حياتهم، مش كل حدا عنده لسان مربوط لازم يصير الاجراء الجراحي، بس لما حكينا لما بيكون في مشكله ضروري يتم اتخاذ الاجراء، يعني هي ما عندهاش خيار ثاني. حتى لو بده يرضع البيبي بالقنينه كمان ما بيكون سهل عليه، برضه بيكون في صعوبه بحركه اللسان، وحيتغلب بس يكبر، بس يبلش الاكل حيتغلب بالنطق. ففي حكينا الدرجة الأولى والثانية، يعني الأولى 100% لازم يتم الإجراء الجراحي، بالثانية لازم يصير في تقييم للحالة وبناء عليها بتم اتخاذ القرار. دكتورة فاتن، هلأ بما أنه إحنا عم نحكي بهذا الموضوع بأسبوع الرضاعة العالمي، حابين نعرف منك نصائح بشكل عام عن الرضاعة الطبيعية لكل الأمهات، يعني بفيدنا أنه نحكي لكل الأمهات أنه إيش ممكن يعملوا عشان ينجحوا عملية الرضاعة الطبيعية. أول إشي بحب أحكي لكل الأمهات كل سنة وهم سالمين، خاصة الأمهات المرضعات، بغض النظر الأم إذا كانت مرضعة بالكامل منها أو في ناس بعطي طبيعي وصناعي، أو بغض النظر عن شو الوسيلة اللي بتستخدمها كل أم لإرضاع طفلها، هي تستحق التهنئة والتقدير، لأنه هي أولاً هي أم. فعشان هيك حتى الأمهات اللي ما بيرضعوا منهم ما يزعلوا منا ويحكوا إنه أنتم مناصرين بس للأم المرضعة، إحنا مع كل الأمهات اللي بالدنيا. كل أم بتنتظر مولود فرصة إنه نحكي لها أو ننصحها بإنه تبلش بالرضاعة الطبيعية as soon as possible. خلينا نحكي البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة. هلأ البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية صراحة له مزايا كتير مش راح أعرضها يعني اليوم، بس خلينا نحكي بتخفف على الأم تقريبا 80% من الصعوبات اللي ممكن تواجهها بالرضاعة الطبيعية، فهي أول خطوة للنجاح. كل ما أبكر كل ما أحسن. كل ما أبكر كل ما كان أحسن. النقطة الثانية اللي كتير مهمة ومفروض الأمهات يراعوها، اللي إشي بنسميه الرضاعة الطبيعية المطلقة، إنه كل أم قادرة على إرضاع ابنها وإنها تشبعه، مش محتاجة لإضافة أي أغذية ولا حليب صناعي ولا حتى أعشاب ولا مي وسكر أبداً. هو يعني أبداً. معظم الأمهات بيقدروا، بس لأنه في دكاترة أو يعني ناس تانيين بيحكوا لهم إنه حليبك مش كافي. نعم. بس معظم الأمهات حليبهم كافي. هلا صراحة المجتمع حوالينا دايماً بضل يدفع الأمهات لناحية إنه ابنك بيبكي كتير معناته ابنك ما بشفى. فضروري تعطيه مساعدة. كل أم تقدر تشبع ابنها، بس بلشت تعطي المساعدة ببلش الحليب يخف تلقائياً، وقتها بتبلش تفوت بالمشكلة. فعشان هيك ضروري كل أم ترضع رضاعة طبيعية مطلقة حتى تحقق التغذية المثلى لابنها والوضع الصحي الأفضل إلها وإله. هلا النصيحة الثالثة اللي بحب أوجهها كمان لكل الأمهات، إنه يحاولوا يتجنبوا زجاجات الإرضاع قدر الإمكان، حتى لو كان حليب الأم خلينا نستخدمها مش أولها.
خلينا نستخدمها. نعم، هلا اول 4 لـ6 أسابيع يفضل ابدا عدم استخدام اللهيات وزجاجات الارضاع، لكن ممكن اذا هي مثلا ام عامله مضطره تدرب ابنها على الرضاعه فممكن تستخدمها. بس ليش؟ ايش السبب؟ لانه ممكن الطفل يصير عنده شيء بنسميه نيبل كونفيوجن، انه هلا هو تخيل انت عم تتدربي على شغله وانا بدربك على 3 شغلات أو 4 شغلات مع سوا، وكل واحده فيهم لها تكنيك مختلف تماما، فالبيبي حيضيع مش نفس الطريقه لانه نعم بالضبط. فعشان هيك ضروري يحفظ الام بهاي الطريقه، يحفظ التكنيك تبع الرضاعه من الام، لانه صراحه هو يمكن اكثر تكنيك شويه في صعوبه على الطفل، بس احنا محتاجين لهاي الصعوبه، فما بدنا نعطيه شيء اسهل ويصير البريفيرنس تبعه الافضليه للشيء الاسهل. عشان هيك ضروري يلتزم، او خلينا نحكي يتعلم على الام بهاي المرحله، وبعد هيك لو بدنا نضيف لاسباب مثلا زي ما حكينا الام العامله ممكن تبلش بعد هاي المرحله. فحتى لو كان حليب الام، في كثير امهات خاصه الصبايا اللي مش متعودين لسه اول بيبي لهم بتحكي لك انا بدي اعطي مثلا بالليل بدي اعطي انيني، انا بعطي حليبي يعني هيك بهذا المفهوم، فهي بتفكر انه ما في مشكله لو عطيت حتى لو حليبها بالانيني في مقابل انه تنام فترات اطول والبيبي ينام فترات اطول. بس هذا الحكي كمان بياثر، ما بتعرف الام باي يوم ممكن تصحى الصبح بدها ترضع ابنها زي كل يوم وفجاه يحرد ويبطل يرضع ما يقبل. عشان هيك ضروري ناخذ هاي الاحتياطات يعني اول فتره ما يحاولوا يبعدوا عنها. نعم. هلا بالنسبه كمان لاضافه الاغذيه التكميليه، احنا حكينا ممنوع يضيفوا ولا اي شيء، لكن مسموح بعد الشهر 6. فبعد نهايه الشهر 6 ممكن الام تضيف الاغذيه الصلبه بنسميها او الاغذيه التكميليه، مع الاستمرار بالرضاعه الطبيعيه ومراعاه انه الطفل بهاي المرحله قاعد بتعلم، فبيكون الاولويه للرضاعه الطبيعيه وبنعطيه زي تكميل او فرصه للتعلم على الاكل بهاي المرحله. والنصيحة الأخيرة، رضاعة طبيعية 2 أو أكثر زي ما بتوصي منظمة الصحة العالمية، كل العالم بيوصي بهاي التوصية، فهو لأحسن صحة للطفل إنه يرضع لـ2 أو أكثر. دكتورة فاتن تميم، يسعدنا وجودك معنا وشكرا كثير على المعلومات القيمة. أهلا وسهلا فيك. يعني لورينا كل الكلام اللي حكته الدكتورة كلام كتير مفيد للأمهات وللأطفال، ودائما لازم نذكر الناس قديش أهمية الرضاعة الطبيعية على المدى غير البعيد. الفوائد الفورية للرضاعة الطبيعية، من أهم الفوائد الفورية للرضاعة الطبيعية طبعا في عنا تحسين أداء الجهاز الهضمي للطفل. نعرف كيف بالبداية الطفل لما يخلي بيكون الجهاز الهضمي لسه فيه بيكون شوية تصعبات، فحليب الأم هو أكثر الأشياء اللي بتساعد الجهاز الهضمي لحتى يكون مرتاح. 100%. وفي كمان عندنا بتعزيز المناعه. صحيح صح. 100%. بتحكي عن المناعه، تفضلي. ما عندي مشكله، المناعه كثير مهمه عند الطفل دائما، بس يكون الام خصوصا بدايه الرضاعه الطفل بيكون ماخذ كل خلينا نحكي التغذيه المهمه والاشياء الرئيسيه اللي بيحتاجها مشان يكون عنده مناعه قويه، يعني لساته بيكون يعني بتعرفي بيكون فراجايل زي ما بيحكوا بالانجليزي، بعده هيك رقيق يعني الطفل. فموضوع المناعه كثير مهمه بالنسبه للاطفال. وبس في شغله كمان لازم نعرفها، انه مهما الام حبت مثلا مرات تستعين بالحليب الصناعي، ومهما كان الحليب الصناعي بيحكوا انه فيه او قريب كثير خلينا نحكي من حليب الام، ما في مثل صح. حليب الام، حليب الام زي ما بقولوا حليب شامل فيه كل شيء، شو ما كان الحليب الصناعي زي ما ذكرتي ما بيعوض عن حليب الام. مش بس هيك رزان، كمان شو ما كانت الحاله الصحيه او يعني الغذائيه للام دائما بيكون الحليب عندها بحاله منيحه. تخيلي، عشان هيك بتشوفي الاطفال الصغار اللي ما بيقدروا، في امهات ما بيقدروا يرضعوهم لاطفالهم، الحليب دائما الصناعي في البدايه بيسوي لهم مشاكل، يا بيسوي لهم يعني بصير عندهم مريئي. ارتداد مريئي ما بتقبلوه، فبتضل الام تجرب انواع كثير من الحليب ليوصل صحيح. ابنها لحليب معين يناسب جسمه، بس بعد معاناه بتكون الام عانت والطفل صح. كمان عانت، والغازات كمان، الغازات كمان شيء، يعني زي ما قلتي انت انواع، هاي النقطه اللي حكيتيها كثير مهمه على فكره رزان، انه بيجربوا انواع، يا اما ما فيه لاكتوز بالزبط. يا اما بصير نروح على الحليب تبع الارتداد المريئي اللي هو بيكون فيه رز اظن انا، او يعني بيكون فيه بيكون فيه شيء زي نشا شيء تقل، شيء تقل الحليب بالمعده مشان ما يرجع يطلع الحليب. وانواع عديده كثير، انا كثير جربت مع سيليا بالضبط، انا جربت كل انواع الحليب مع سيليا لا لقيت لها الحليب المناسب لها. صحيح. وبضلوا يتغيروا لهلا يعني الحليب الصناعي اللي بنعطيه. صح. طيب خلينا نحكي شوي بالتطوير الدماغي اللي هو على المدى الطويل، قديش بيأثر حليب الأم على المدى البعيد للأطفال. بقول لك في نسبة أو دراسة بتقول إنه الأطفال اللي أخذوا حليب من أمهم نسبة الذكاء عندهم أو الآي كيو عندهم لقدام بيكون أعلى من الأطفال اللي أخذوا حليب صناعي. تخيلي إنه على المدى الطويل كتير بيأثر. بسمعها كتير،
وكمان من الأشياء اللي كتير مهمة إنها بتحمي الأطفال من الأمراض المزمنة مثل السمنة، مثل الأمراض المتعلقة بالقلب وإلى آخره، يعني كل الأمراض المزمنة بتقلل من فرص إنه يصير للأطفال هاي الأمراض. هاي أنا عن تجربة بأكدها 100%. صح، هاي إشي كتير مهم رزان. مزبوط. يعني الوحدة إذا بتقدر تعمل المستحيل تجرب إنها ترضع أولادها، لأنه عم تعطيهم إشي يعني ما في إشي أغلى منه تقدر تعطيهم إياه. صح. بالبداية. وغير التواصل بيكون بين الأم بهاي الفترة والابن، هذا صحيح. موضوع تاني. فمن جواب من جميع النواحي والجوانب حليب الأم هو الأفضل والمناسب مشان لكل الأطفال. كمان في شغله كثير مهمه، انك الولد لما ترضعيه بتهديه، يعني كثير فيه عوامل بتهدي الطفل وبتقلل من توتره. مشان هيك هلا صار في ابروتش معروف، يعني اتجاهات موجوده برا بلشت وصرنا نتبعها احنا هلا بالمستشفيات بالاردن وقت الولاده، شيء اسمه سكين تو سكين، اللي هو اول ما يولد الطفل دغري بتمسكه الام وبتحطها على حالها مشان يكون يعني يكونوا قريبين من بعض، يكونوا قريبين على بعض. هذا احلى، كثير مهم حتى يعني ذهنيا وصحيا ونفسيا للأم وللطفل. صح، احنا كثير ذكرنا كمان، حكينا كثير على الأطفال ولسه ما ذكرنا الأمهات قديش مهم للأم. يعني كتير. الأم اللي بترضع دائما بتنحف أسرع، ونفسيا دائما الأم بعد الولادة يعني بتكون حالتها النفسية شوي هرمونات متغيرة عليها، فنفسيتها صح. بتكون شوي صعبة. الرضاعة بتخفف من توتر النفسي عند الأم. صح، وبتخفف كمان من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض. فتخيل قديش مهم. بس في شغله كمان، احنا عم نحكي عن فوائد ولسه في كمان فوائد، بس في شغله كثير مهمه احنا لازم نحكي عنها لها علاقه بالرضاعه الطبيعيه، واللي هو توفر البيئه المناسبه للست مشان تقدر ترضع. يعني لازم يكون حتى باماكن العمل يكون في دائما زي ما حكينا قبل بحلقه سابقه، انه يكون في غرفه خاصه وملائمه للرضاعه بالاماكن العامه، بالمولات وبالاماكن العامه دائما في لازم يكون غرف. في شغله صارت معي مره خلال وجودي ببيروت بإحدى المولات الكتير كبيرة هناك، غرفة تغيير التغيير، غرفة تغيير للأطفال للولاد، يعني تغيير الحفاظ وهذا للأطفال، دائما مقسمة بهذا المول، شفتها مقسمينها لثلاثة سيجمنتس مفصولة بزجاج فيها موسيقى. لو تسمع الميوزك لما تفوتي، يعني الميوزك لحالها بتهدي من الطفل والأم، وفيها كنباي مريحة للأم مناسبة معمولة للرضاعة ومحل التغيير ومغسلة ونظيف بطريقة مش طبيعية صراحة. فهاي الأجواء كتير مهم إنها تكون متوفرة دائما. مظبوط صراحة، هذا الموضوع اللي ذكرتيه لورينا كتير مهم. وهلأ النساء كتير، في نساء ببداية بس يولدوا أطفالهم بيعانوا إنه مش قادرين نطلع فيهم، وين نروح فيهم، وين نغير لهم. بس هلأ عم بيصير في عنا أماكن كتير. صح. عم بينزلوا، بشوف على الفيسبوك أماكن كتير فيها بتقدر الست تأخذ راحتها وتغير لابنها ودير بالها عليه. يعني قد ما نحكي عن أهمية الرضاعة الطبيعية مش رح إنه فيها حقها، مهمة جدا. فننصح كل الأمهات إنهم يتبعوا الرضاعة ويجربوا الرضاعة الطبيعية. بدنا نرجع نوه إنه هاي الفقرة هي بالتعاون مع الموقع 360 Moms، وبتقدروا كل هاي المعلومات اللي عم نحكي عنها سواء الرضاعة الطبيعية ومواضيع أخرى متعلقة بالأمومة والطفولة أيضا موجودة على الموقع الرسمي 360 Moms، واللي هو 360moms.net. إحنا صار وقت نطلع فاصل، نرجع نكمل معكم باقي الفقرة.